ايه الحكايه اللي بينكوا او المشكله اللي بينك وبين الناقد احمد عاطف؟ عمال يهاجمك احمد عاطف؟ اه بالعكس، انا ما عنديش مشكله معاه. انا عملت فيلم اسمه الغابه وخدت عنه جايزتين احسن تمثيل، شخص بعتز بيه جدا. لكن اللبس اللي حصل، احنا كنا عاملين فيلم اسمه بعد الموقع، وكان معروض في مهرجان كان في المسابقه الرسميه، ودي حاجه ما حصلتش من زمان، من افلام من ايام استاذ يوسف شاهين ما كان بيعمل وكان افلام، وكان يسري نصر الله برضو الموقع، اخراج يسري نصر الله. واتفاجئنا ان يعني انت عارفه لما تكوني بره في غربه بتاعه تفتكر ان اهل بلدك دايما يقفوا جنبنا. فاللي حصل استاذ احمد هاجم الفيلم وأشاع إن الفيلم تمويل من إسرائيل وحاجات غريبة جدا مش حقيقية. فطبعا رديت عليه وقلت له ده غلط انت بتقوله يعني.